عليكم، الوضع بيتدهور يوم بعد يوم. ما تتكلمي على طول، انت كل شويه كده وبتقلقينا اكتر، يعني بتخلي دماغنا تروح في حتت عجيبه. نجلاء عندها اكتئاب. يو مش هقول، احنا عارفين ان نجلاء عندها اكتئابات، من فضلك قولي لنا ايه سبباته. نجلاء مش مرغوب فيها. ازاي يعني مش مرغوب فيها؟ بالعكس، عندها اوضه 5×7 متر معموله ورق حائط ومدهونه بلاستيك وعايشه فيها هي ومامتها بس. يعني انا بتكلم على نجلاء وسط جيلها، وسط الشله بتاعتنا. ليه في حد من الولاد بيضايقها او بيعاكسها؟ ما هي دي المشكله، احنا كبنات بنحس ان احنا بنات لما نلاقي الولاد كده حوالينا بيروشوا، واحنا بقى نقفش ونلوش فيهم كلهم. ايوه بس يعني على فكره انتوا ظالمين الشباب، يعني انا ايام الجامعه كان اي زميله مثلا معايا بقعد اتكلم معاها عادي جدا، هي بتتكلم معايا عادي من غير حساسيه، يعني كان تبقى جو لطيف يعني. عادل بليز، خلينا في المشكلاتوس بتاعه نجلاء، وبلاش بقى حب الذات بتاعك ده. حب الذات؟ نجلاء زيها زي اي بنت، نفسها تحب وتتحب، نفسها تتعاكس كده وتشتم، حد يعجب بيها فتكرفه، حد يضيف ايميلها فتدلته، او حتى تعمل له بلوك، حد يديها ميست كول كده فتكنسله. قدام بجد والله يا رمزي. نعم دول. الصورة دي ما تحطهاش هنا تاني، هتفقر لي الخزنة يا ابني، مفيش ولا مليم دخل من يوم ما حطيتها. كل سنة وانتوا طيبين. لا أنا عيد ميلادي في جماد أول، يعني لسه بدري عليه قوي ياما. هابي فالنتاين، النهارده عيدنا كلنا. الفالنتاين؟ لا حضرتك بصي، الكافيه على أول الشارع، بس خلي بالكو البوكس طب امبارح على الكافيه لم 19 دبدوب و2 ملي بارفان، ولم كمان سلسلة فيها شكل قلب، خلي بالكو. ها؟ لا احنا حبنا طاهر شريف، خالي من اي مصلحه، هي بس بترمي عليها الهلبه عشان تقفش لها دبدوب كده تحطه في الصالون في بيتهم وتتمنظر بيه قدام اهلها. او عوره في كارت شحن ب50. تعوره في كارت شحن. بقول لك ايه، روح شوفهم عايزين ايه. عينيا يا دوله عينيا. ها امره حلو قوي ده. ده ب275. لا احنا ما يهمناش الفلوس، انا ما بفصلش. سمير ما يهموش الفلوس، سمير لارج. لا مدام لارج، روح خد منه بقى فلوس اكس لارج. يا عينيا يا دوله. اتفضل يا سيدي. دي اجدد هديه في الفالنتاين يا حبيبتي، ايه رايك؟ يا ابني انا بتاعت الجديد. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. يا دوله، الحب حلو قوي قوي يا دوله. الحب، انت هتقول لي على الحب، بس اهم حاجه يكونوا اتنين مخطوبين اهاليهم يعرفوا، مش مثلا يخرجوا من ورا اهاليهم. ايه يا عم، طب ما انت كنت بتخرج مع راني من قبل ما تتجوزها يا عم انت. بس يا حيوان انت بتسيح لي. ايوه دوله، ويوم ما انتصت في نظرها وقالت لك انا بحبك يا عادل، جيت هنا وزودت لي المرتب. انتصت في نظرها، زودت لك المرتب. طب ايه رايك بقى ان انا هطلقها عشان ارفضك مخصوص؟ هات الفلوس ياد بتاع الشمعدان ياد. ايه ده بتاع الشمعدان ياد؟ ما استقبلش، اطلع بالفلوس. ماشي يا دول. هات. ايه يعني مش واخد بال انا رمزي؟ ايه دول انت طالق. انا بقى جيت لي فكره جهنمانيه، ايه رايكم ان احنا نعرفها على واحد، مش مهم انه يكون جهزنان من اي حاجه، المهم انه يكون عنده شقه عشان يسكنوا مع بعض، وبعدين بقى يقعدوا مع بعض 2-3-4 وبعد كده يتجوزوا. انت حدليه على البنت، ايه اللي يقعدوا مع بعض 2-3-4 كده وبعدين بعد كده ترجع لك تشيل عيل على كتفها؟ بص يا جماعه، انا ما عنديش مانع خالص اي واحده تخرج من البيت وترجع تاني، ما فيش مشكله، بس لما ترجع تاني بقى ما يبقاش على كتفها عيل، انا مش ناقص مصاريف. لو حبوا بعض بشكل حقيقي وحب صادق فعلا، مش هتتكرر مأساتك يا سناء ومش هتتطلقوا. ما تتضايقيش يعني، ما تقلقيش. مأسات ايه يا ام مأسات انت؟ انا ما عنديش مأساة، انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر يا لسان، بس انا اللي ماليش نفس. شات اب. لوك، ايه رأيك بقى يا رانيا على الواد رامي ابن طنط ألفت؟ رامي ايه يا حماتي؟ ولوك ايه يا رامي؟ ايه رامي ده اصغر منها، ما ينفعش. يا سلام، ما هو اطول منها بقى. هو عشان اطول منها يعني هنضحك على الناس؟ ما ينفعش يا حماتي. انتوا بتقولوا ايه وبتتكلموا عن مين؟ لا ابدا ولا حاجه، ده احنا بنتكلم على قانون الضرايب الجديد، بيقولوا هياخدوا الضرايب على الناس اللي بيتجوزوا. انا ما حدش يجيب لي سيره الجواز، سامعين ولا لا؟ البنت دي يا اخوانا احنا لازم نلحقها كده، ممكن تموت اي حد فينا. البنت لازم تقعد في بيتها معززة مكرمة لحد ما يجي عدلها، والراجل اللي يجي لها يدفع فيها دم قلبه.
صح زي المثالات اللي بيقول اخطب لبنوتك وما تخطبش لابنك. ايوه بس برضو المثل ده مش مظبوط، ما انت لو خطبت لبنتك فين ابنك اللي هيجي يخطبها؟ انا متهيألي نجمع ما بين المثلين، اخطبي لبنتك ولابنك عشان يتجوزوا بعض. الزواج هو سنة الحياة. الله على الإضافة، إيه اللي أنت ضفتيه يعني؟ يعني يجب أن نتأنى في القرار. تأني إيه يا متأني أنتِ؟ دي بنت مايسة وميعة، وبعدين بقاش تفتحوا عينيه على قلة الأدب دي. الله الله الله، إيه الحلاوة دي؟ المرأة الحديدية قال يعني أنتِ يا سناء دماغك مش في الحاجات دي. بص يا إخوانا، زي كل مرة وقت ما بيحصل مشكلة سيبولي أنا بقى الحكاية دي، أنا اللي هحلها. بص يا منى، انا استحاله طبعا هوافق على حكايه ان يبقى في بوي فريند لنجلاء ويكلمها الساعه 2 بالليل دي. خلاص اوكي، انا بقى هظبط لك بوي فريند نشيط يكلمها الصبح. نشيط يا ستي نشيطنا، انت هتدوري في الموبايل. اصبري اصبري بس، انت ما وصلتكيش لسه. احنا ناس شرقيين يعني مش خواجات نوافق على حاجه زي كده. يعني انا برضو مش عايز اضر نجلاء، يعني لان هي مش اختي، لكن انا بعتبرها زي اختي وبعتبر ان انا مسؤول عنها، فما فيش اي حاجه تقدر تضرها. وتضرها ليه؟ هو الحب عيب؟ لا طبعا الحب مش عيب، بس هتحب مين وازاي وليه وامتى؟ يعني هتسيب نجلاء كده؟ ده كل الشله تقريبا انتمت ما عدا هي. انت ليه محسساني ان باب الانتمه قفل؟ يعني انا همسك العصايه من النص، واخده بالك؟ في نفس الوقت اللي انا احاول اعدي معاها المرحله بتاعه المراهقه بتاعتها دي، اساعدها بحيث ما ضايقهاش واخليها ما تعملش حاجه غلط يعني. بس اهم حاجه بقى بجد يا منى ان انت تقفي جنبي وتساعديني. اوكي حاضر. وبعدين مش كل شويه تقعدي تقولي عليا قديم. يعني مثلا ايه رايك في الفالينه اللي انا لابسها دي؟ فالينه؟ عزيزتي النجلاء. لا بلاش حكايه عزيزتي دي، احنا نخش عملي على طول. حبيبتي نجلاء. عادل من فضلك احترم مشاعرك كزوجة. حبيبتي دي محسنات لغة زي محسنات الطعم كده اهو. يعني مثلا اما بتلاقي مرق الدجاج هل جواها فراخ فعلا؟ لا طبعا. ولا المرق اللي هي بتاعت شوربة الخضار هل جواها سلة خضار؟ لا طبعا، دي كده وكده يعني. اوكي اوكي كمل. حبيبتي نجلاء، اهلا بك ومرحبا في قلب الواسع الفسيح. واقفة ليه؟ اتفضلي اقعدي. قعدتي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام، استربعي وعودي جوه قلبي يا فرحتي يا هنايا. الله عادل حبيبي، هو انا ليه ما بسمعش الكلام الجميل ده؟ عاجبك بجد؟ يجنن. لا حبيبتي ده انا ههريكي كلام جميل من ده، وريني كاتبه ايه. عزيز ايه دي حبيبتي نجلاء؟ ايه نجلاء؟ نجلاء يا ماما همزه على صيامها رابيه. بصي لا انا مش عايز اخطاء املائيه لو سمحتي، اكتبي وركزي معايا. ماشي. حبيبتي نجلاء، لقد أعجبت بك جدا عندما رأيتك نازلة من عربة السيدات في المترو الأنفاق. أدركت ساعتها أنك أنت لا تحب الاختلاط. هو نجلاء ما بتركبش الحياة مترو الأنفاق، لأن أصلا إحنا ما عندناش محطة مترو أنفاق. نجلاء عندها اشتراك في الأوتوبيس. يا سلام يا رانيا، بتبقي غريبه لما بتضايقيها كده. يا ماما عادي، انت صلحيها خليها الاوتوبيس بدل مترو الانفاق. المهم المعنى يا ماما، المهم المعنى. اوكي كملي كملي. حبيبتي لقد لمحتك وانت في السكشن وقاعده في المحاضره متضايقه جدا متضايقه جدا. ادركت وقتها ان الماده صعبه جدا والدكتور غتيد جدا. بس على فكرة حبيبي، انت كده بتصطدم بمنظومة التعليم ومؤسسات التعليم الدولية. يا حبيبتي انا ما اقصدش، يا حبيبتي انا وجهة نظري دي عبارة عن وجهة نظر طالب يساري زي محي اسماعيل في فيلم خلي بالك من زوزو. ومحمد صبحي في الكرنك اللي هو كان حمادة. ايوه بالظبط، بس مش عارف، حاسس ان محمد صبحي في الكرنك ضحكني اكتر من محمد صبحي في سنبل. بس كده محمد صبحي يزعل منك. العكس، ده حبيبي. المهم كملي كملي. حبيبتي استغربت جدا عندما رأيتك أكثر من مرة تضربي كبدة من كافيتيريا الجامعة، وجال بخاطري سؤال، هل أنت اسكندرانية بما أنك بتحب الكبدة، أم أنك قاهرية ولكن تحبي كبدة الاسكندراني؟ امضي في الآخر بقى معجب والهان عين لام ميم، وبعدين كمان قولي شكرا لساع البريد، واذا لم يصل يرد بعد 24 ساعه. تفتكر كده قلبها هيدق؟ هلو. ها بقولك ايه؟ ايه
الجواب اهو، انت عارفه تعملي ايه بقى بالظبط. اوكي ماشي، اهم حاجه هتلاقي الخط وحش وزباله، بس مش اشكال، مش اشكال. عدل لو سمحت، استرالي املائيه ما تخرجهاش بره، فاهم ولا مش فاهم؟ بفهمها بس، لان الجواب ده في وشي برضه. وهي مالها اساسا؟ هي مش هتقولها مين اللي كتب الجواب ده؟ الحبيب المجهول عادي يعني، خط وزباله، ايه المشكله؟ اه الحبيب المجهول يا وهتقول انا؟ يلا انت فاهمه، اتكل على الله. ها اخبار مزتنا ايه؟ مزه يا شيخ قولي كلام اصدقه بقى. يا شيخه بقى بلاش اللون الغامق ده وفكيها، ده النهارده الدنيا بامبي، وعندي ليكي خبر بمليون دولار. ايه؟ جواب من معجب متيم. لمين؟ هيكون لمين طبعا؟ ليكي. بتتكلمي بجد؟ يعني اخيرا لفت نظر حد وبقى معجب بيا وبعت لي جوابات؟ وريني 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 بقى، هتبقى شخمه. عرفته، ده اكيد واحد من فريق المسرح، هما اللي بيحبوا الكلام والحركات والحاجات دي. يعني اسمه ايه؟ لا ما اقدرش اقول لك اسمه، ده محلفني يا شيخه. يعني عاوز ايه يعني؟ امشي معايا والحاجات دي؟ لا يا حبيبتي، انا ماليش في المشي والحاجات بتاعتكم دي. وماله يعني، ما كلنا بنمشي. يا حبيبه قلبي، انا لو مشيت همشي رياضه، مش همشي عشان احبه. يعني ايه؟ خلاص هبلغه بقى ان انت رافضه تقابليه. لا 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 ايه من حبيبتي، انا ما قلتش كده. هو يعني لو بيحبني بجد خلاص بقى اشوف. خلاص بصي، انا هخليه يكلمك النهارده، بس هيكلمك على المتاخرات كده 4-5، اوكي؟ يكون البيت كله نايم. لا طبعا عندك حق، الشات امن. بصي قضيها بقى معاه كده، كاميرا بقى ومايكو كده. ايه يا ماما اللي انتي بتقوليه ده؟ ما كنت عرفت اي حد من المتلقحين ليل ونهار على الفيسبوك. يا منى يا حبيبتي، انا عايزه لما ارتبط احب بجد. انتي كده بتصعبيها عليا وعليه، الارتباط بقى والجواز والحاجات دي يبقى قدام شويه مش دلوقتي. بس لازم عندي في البيت يكونوا عارفين كل حاجه. انت كده هتلبسينا في الحيط بقى. بيت ايه يا بنتي وبتاع ايه؟ مش احسن ما انا اللي البس في الحيط؟ بيتي واهلي هما اللي هيعرفوا يحموني. بصي بقى، هو هيكلمك النهارده وانتوا تصرفوا مع بعض، انا ماليش دعوه. سلام. سلام يا عقد. صباح النور ابي عادل، انا كنت عاوزك في موضوع كده يعني. عايزه بطاريات للام 3 ولا ايه؟ مش بطاريات. عايزه ترغي يعني؟ اتفضلي. انا في واحد معجب بيا. معجب بيك ازاي يعني؟ هو بعت لي جواب. اه واسلوبه عجبك؟ هو تافه شويتين بس يلا. اسلوبه تافه؟ لا يا ماما، ده ممكن يكون مثلا ايه يعني، اسلوبه عالي وكل حاجه، بس عشان ينزل لمستواكي فكتب بالطريقه الركيكه دي يعني. وانت مالك بتدافع عنه كده ليه؟ لا وانا هدافع عنه هو مين ده اساسا؟ وازاي حد يبعت لي جواب؟ الحق يا رانيا. ايه هو ازاي اساسا يبعت جواب؟ كان حقته يبعت ايميل احسن. ايه يا رانيا؟ انت بتديها الطريقه اللي هتخدعنا بيها بعد كده؟ عموما انا قلت لمنى تقول له انه ما ينفعش يقابلني غير لما يجي يقابلك انت الاول. برافو عليك. عموما بقى اديني قلت لكم وخلاص، وعشان تبقوا عارفين انا احتمال اتاخر النهارده عشان عندي محاضره مهمه جدا بالليل، وعشان كمان انقل بقيه محاضراتي. باي باي. انت كده بقى من وجهه نظرك حليت المشكله؟ طبعا حليت المشكله. اول حاجه البنت طلعت متربيه وهايله وما خبتش علينا ان في واحد معجب بيها، ده في حد ذاته طبعا انجاز كبير قوي. تاني حاجه بقى يا ماما، شفتيها وهي سعيده ومنتعشه لمجرد بس ما جالها جواب حد قال لها ان هو معجب بيها، ده اللي انا كنت عايز اوصل له. طيب افرض بقى يا سيدي جالها انتكاسه وحصل لها حاله اكتئاب من اول وجديد. حتى لو ده حصل، عندك تحت السرير كل الدواوين بتاعتي، اي دواء